الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد عند زانجو إسلام وأفريكا يا مشاريكي خطبيت يلينك وعنواني الأشهر الحرم رسالة سلام للإنسانية ميزي من تكاتيفني أجنب وأماني كوانا ووتي كتوك وزارة يا وقف يا مصري إمي فاسري ونبروف أيمن الأعصر شكرا جيما زوتي انا استهيكم لزمونغ مولا وفي ام فيوتي مسيماج كتاب تشاكي ان عده الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم ذلك الدين القيم هكذا اذا ميزك ومزمونغ كومي كاتيكا يوم تانغو اليبو ام بامبينغو كاتيكا هي ويكومي نيمي تكاتيفو هي نديو ديني اوليوساوا

ديني برا كان دانيا مسيمو هيو مليبو <سؤال> هو مرة دوفو نواجه كفواتو لي مذنبي عن أنا سيما مولا وهكي وتكسفو نيكواكي وذكرهم بأيام الله نا وكم بوشي سيكزا منوزو نا أنا سيما متوم صلى الله عليه وسلم رحمنا أماني زيو جوياكي حقيقة كوا مولاوين متوكوفو دانيا مسيكو ينو ني مواكا كونا أتواجي ومنوزو منغو هيفيو إيجو وكيني كوني أتواجي huo kwani huendia wenu akabata kwenye utowaji huo na akawa baada ya habo simuuvo tena miunguni mwa misimu hii ya kiimani ya miezi mitukufu amiiashiri mungu mtukufu kwa ujumla ndani ya kauli yake إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن, فيهن أنفسكم هكيك إذا دي يميزك ومنزمونجو نميزكم ينبيلي كتك هكم يومنزمونجو تانجو أليب أمبا بنجونا أرضي هيو إيك من نيم هي هيو ديو ديني إليساوا هيو مسي ظلم نفسي داني هيو mtumwwetu akabainisha kuwa ufafanuzi zaidi kweni heja yakuaga bali alibosema fahamuni kuwa muda umebadilika kama ulivyokuwa Mungu aliboomba mbingo na ardhi mwaka una miezi1aiwili katika miezi huyo kuna miezi minn mitakatifu mitati nini kufuatana ambayo ni mfungo 2 mfungo na mfungo na mfungo km unabotikana kati ya mfungo 9 na shabani Mizi mitakatifu ni yenye utukufu na sehemu takatifu mbili ya Mwenyezi Mungu. Mtukufu imeitwa miezi mitakatifu ni kutokana na ukubwa na, utukufu wake. Hivyo sheria imekuja kwa vita ndani ya miezi hiyo na kuuka yasiukatazwa ni katika haramu kubwa ambapo anasema Mwana Mtukufu yasalunaka an shahri qital fihi qul qital fihi kabir. Wanakuuliza kuhusu kubigana vita katika mwezi mtakatifu sima kupigana vita wakati huu ni dhambi kubwa hivi mwizi mitukufu inabiwa ujumbe wa amani kwa wanadamu wote kwamba dini ya kiislamu ni dini ya amani أماني جينا من قوله <applause> محمد جينا يمنزمونك امتكوفوا أنبابه مولا أنا سيما هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام ييندي منزمونك أنباء هبان منكو أسبوكو مفعل فالمي امتكاتيفو موني أماني لم يوتو محمد رحمنا أماني زوياكي أنا قال الله تعالى <applause> وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ناسي هتو إلا أيوين رحمك وولي إليكم نقول ما مبومي أمتمي ما أمبي أمتمي ويتوصل الله عليه وسلم بعدها كلا صلاة كسيمة اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك تياذ الجلال والإكرام ينزعمنك ويودي ومني أمانك واقوم ديو كوني أمانك ومتكوكا أيمني أتوكفوا نأو كريمه هيفو إسلامه سيمنيك بين رفيته ولا أمواجي دامو بالي أنا زوبي يا مامبو هايو كلا نبتكانا نجي يا سببنا يهيلو نا كفنجو أم كون واكي وأماني نا كوسيسيتيز أماني أم بابو من زمجم تكوفو أنا سيمة وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم نا وكيليكي كوني أماني نا وبيا إليكيا نمتجمي من زمجم هكيكا يندي مني كوسيكيا نمني كجوا نعم تومي صلى الله عليه وسلم رحمان أمن زجاك أنا سيما لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا نسي تمني كوكتانا أدوي نامو بينو من عافية آفيا إكي ومكتانا ناو باسي صبرني وجنب إسلامي ني وجنب أماني نبات شواويلي نالينغو لكي نكولي تفوراها كواتووتي كوانمولم تكوفو أنا سيما يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير إني واتو هكيكا سيسي تمكو أمبين كتكنا نا موانا نا موانا نا تمكو جعلين كوانا متيفا نا مكبيلا إلم جواني هكيكا أليم تكوف زايد كاتينو كوا منزمونغو ني هويو أليم تشا منزمونغو زايد كاتيكا نيني هكيكا منزمونغو ني من مني هباري ninasima kauli yangu hii na ninamomba mungu mtukufu msamaha kwa ajili yangu na yenu ndugu zangu waislamu katika hutuba yetu ya bili titazungumza juu ya umuhimu wa kutukuza mizi mitakatifu namshukuru mungu mula wa viombo vi wote sala na amani zimundii mbura wa viombo mtumi muhammad pamoja na watu wanyumbani kwake na masahaba zake wote kutukuza miezi mtakatifu kuna hitaji na aina zote za ugaidi za ugaidi sasa kali na kumwaga damu za watu na amani na kuwatisha kama vile kuna hitaji kujikubilisha kwa mungu mtukufu kwa uwingi na matindo ya utiifu hivyo ni jukumu litu kuitukuza miezi hii na masiku hayo kwa kufanya jitihada كتيكا اباده نكوتنا كوتكاس نفسي كو كفاني أوتيفو اتيفو ناكو جويكا كريبو امبا بو تكوفو متكوفو اناسيما الخير لعلكم تفلحون نا مامبو امامبو ياهيري ايل مباتي كفاولو نمتو صلى الله عليه وسلم اناسيما فونغان دانياميزي متكوفو ناوااتشي فونغان دانياميزي متكوفو ناوااتشي فونغان دانياميزو متكوفو ناوااتشي اككريريوا miungunu mwa miezi hii mitukufu ni mwizi wa mfungu kumi na umutwa kwa jina la rajab ni kutokana wa na kutukuza kwani waarabu walikuwa wanauita kwa jina mkimya hii kwa sababu hawajawahi kusukia sauti ya vita ndani ya mwizi huu nao ni mwizi umebeba mujiza na kubilikiwa mtumi slaal wasallam safari ya usiku kwa maana ya safari ya usiku yakubilikia barastina kisha kubindishwa mbingu na uni ufungu wa miezi heri na baraka kwani babubakr Bakr, Abu alwaraq anhu ana sema rizi za Mungu ziu juu yake ana sema mwezi wa mfungu kumi ni mwizi wa kulia ni mwizi wa kulima na mwizi wa shaabani ni mwizi wa kumwagilia na mwizi wa ramadhani ni mwizi wa muvano bora kwetu kutumia vizuri miizi mitukufu katika kumtii Mungu mtukufu kwa kujenga ardhi na kufanya kazi kwa walidi pamoja na kufania matindo mengi ya hiri kulisha chakula na kuiniza ruhu ya huruma Mtume mtumi sallaualiwa salam anasima mtu mwini kubindwa zaidi na mwini, na mw, na Mungu ni yule mwini kuwafania zaidi kwa watu ini manufa kwa watu na matendo mazuri anayobundwa na mungu mtukufu ni furaha inayoingizwa kweni muyo wa muislamu anapounduliwa shida na kulibwa dini na kuundusha nja na mtu kushukuria mahitaji ya ndugu yake kwangu inabindwa zaidi kuliko ka itikafu ndani ya msikiti huu kwa maana ya msikiti wa madina kwa muda wa mwezi mmoja namwini mu, na kuzuia hasira zake kwa ajili ya mungu pamoja na kuwa na uwizo wa kutozizuia basi mungu ata ataujaza muyo wake riza siku ya kama كشهوريكا ما هيتاجي يندوغو ان مباكا آكا مساعدية بس من آتا آتا ثبتيشا ميغو ياكي سيكو أمبايو إتا سيكو أمبايو ميغو إتا كوا كو أندوكا إيو من زمونغو متكوفو تباريكا داني يا مويزو كومي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته